الفنانة الشابة هيدي كرم من أكتر الممثلات اللي عندهم موهبة، وقدرت كمان تختار فترة قصيرة أدوار مهمة في حياتها الفنية. وفي عرب وود لينا لقاء خاص أبرز منه يحيى حمزة مع هيدي كرم، كلمتنا فيه عن مسلسل فرصة تانية. احنا النهاردة معانا فنانة جميلة ومميزة جدا، معانا الفنانة الجميلة هيدي كرم عشان طبعا نحتفل بنجاح مسلسلها الجديد فرصة تانية، وكمان عشان نعرف هتشارك في رمضان 2015 ونعرف كمان آخر أخبارها السينمائية إيه. برحب بيكي في عرب وود ومنورانا. ميرسي، ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. طبعا عايز أبارك لك على نجاح مسلسل فرصة تانية، وعايزك تكلميني عن المسلسل وكواليس المسلسل. مسلسل فرصة تانية هو تصور كله في دبي، هو إخراج مجموعة مخرجين كمعنا دينكو، هو كرواتي الأصل يعني، وهو كان المخرج الأساسي وصاحب الفكرة، ومعنا خالد الحلفاوي كان برضو أخرج جزء كبير من المسلسل، ومعتز التوني، وهبة أبو مسعد، هي مش مصرية. والقصة أساسا متاخدة عن مسلسل أرجنتيني اسمه ماتريمونيو. المسلسل ده كان ناجح جدا واتعمل بقى بلغات مختلفة كتير. المسلسل 120 حلقة، هو سيناريو حوار كلوديا مارشليان، هي كاتبة لبنانية طبعا معروفة جدا، واتصور كله في دبي، ومعنا مجموعة كبيرة من الممثلين العرب، مش بس المصريين يعني، معايا فراس سعيد، ومعايا هشام المليجي، ورانيا شاهين، وبقى من لبنان في مارينا السركيس اللي هي بتلعب دور سعاد، وألسا صغيب اللي هي بتلعب دور غيدة، ومعايا باميلا الكيك بتلعب دور ياسمين، ومجدي مشموشي، ومجموعة كبيرة قوي قوي، وجوت راد، مجموعة كبيرة، وجناح فخوري ممثلة لبنانية قديرة طبعا. بس خلينا نروح بقى لرمضان 2015. وهتشاركي مفروض بمسلسل اوراق التوت. عايزك بقى تحكي لي عن المسلسل كده وتدينا حاجه حصري للمسلسل. لا ده انا هديك حاجات حصري للمسلسل، مش حاجه واحده. ماشي، انا مستمع. اوكي فاضي؟ لا بص، هو انا اتعرض عليا اوراق التوت ده، هو قصه وبعدين مكتوبه يعني من زمان، ودلوقتي كتبها بقى سيناريو حوار ايمن سلام. تمام. احكي لك ايه ولا ايه؟ هو المسلسل كله ولا عامل ايه؟ بالظبط. لا انا عايزه اقول لك فكره المسلسل. هو المسلسل بيحكي احداث مؤامره في قصر الامبراطوره، امبراطوره في امبراطوريه وهميه مش حقيقيه يعني، تاريخيا دي ملهاش اصل، هي امبراطوريه في الهند او منطقه جنب الهند. هو مسلسل تاريخي، هو مسلسل بيحكي قصة في حقبة تاريخية مضت. أوكي. يعني ماشي. لكن مش تاريخي يعني، ما بيقرخش الأحداث. تمام. لكن هو بيحكي قصة مؤامرة كلها سسبنس، قتل ومؤامرة قلب نظام الحكم في قصر لإمبراطورة اسمها ليلانتا. تمام. الإمبراطورية بتاعتها موجودة في منطقة بجانب الهند من 1300 سنة فاتوا، يعني بعد ظهور الإسلام تقريبا ب 100 سنة 200 سنة. تمام. الأحداث دي كلها بتحصل في الهند، في الحتة اللي جنب الهند دي. ومن خلالها بقى بنتعرف على الشخصيات وعلى الإمبراطورية وعلى الناس اللي بتشتغل في السوق وعلى العبيد وعلى الأسرة المالكة، وبقى بتشوف بقى أحداث كتير على مدار 30 حلقة. مفروض ان هو مسلسل لرمضان. تمام. لغة عربية ولا عامية؟ أيوة. طيب ايوه للاسف لغه عربيه. لغه عربيه ده لا لغه عربيه، مش لغه عربيه بس، اللغه العربيه فصحى بالتشكيل وبكل وتعطيش الجيم والثاء والذ وكل اللي انت عايزه يعني. الباكج كله. طيب ده يعني بتحضري له ازاي؟ هل هتستعيني بحد مدرس لغه عربيه مثلا عشان يذاكر لك اللغه العربيه اللي هي اللغه العربيه الفصحى؟ برضو بتبقى صعبه يعني، احنا عموما متعودين بنتكلم لغه عاميه اللي هي بتاعتنا السهله. فهتحضري له ازاي؟ هتستعيني بمين؟ لا هو احنا دلوقتي اوريدي بدانا نصور، فهم الحقيقه عملوا تحضيرات كتير كويسه. اولا عملنا بروفات ترابيزه كتير، كان معانا مصحح لغه طبعا، وبعدين عملوا لنا بقى حاجه لطيفه جدا يعني يشكروا عليها شركه الانتاج والاستاذ مخرج هاني اسماعيل، عملوا لنا سيديهات الادوار الرئيسيه الابطال، سيديهات بدور يعني، انا مثلا عندي سيديهات بكل المشاهد بتاعتي، صوت تقعدي تسمعي الصوت. اوكي. فاقعد حطها في العربيه بقى وطول الوقت عماله ما اسمعش مزيكا، بس لا ما بقتش بقى الدور خلاص، راحت بقى المزيكا خلاص واللعب والهزار. اسمع بقى واردد وراه واحفظ، لان مهم قوي ان الواحد يحفظ بالتشكيل. وبعدين الصعوبه في المسلسل ده انه انا مثلا كممثله لو مثلا في سطر نسيته او كلمه نسيتها او حتى ممكن اقرا الحوار
يعني انا في فرصه تانية من 120 حلقه بنصور 120 حلقه فوصلنا في الاخر ان انا بتقرا الحوار وبتقول اللي انت حاسه او اللي شبه شخصيتك في الحقيقه، عشان كده المسلسل طالع طبيعي جدا. فاوراق التوت ما تقدرش تغير حرف طبعا، لان الحرف بيغير التشكيل وراه، فانت لازم تحفظ يعني نسخه تبقى الاصل من المكتوب. فمع انك مع التمثيل مع حركه الكاميرا مع لبس صعب جدا الواحد بيلبسه من تيجان وطرح وفساتين فلا مرهق شاق جدا طبعا اكيد شاق جدا. طيب كنت مذيعة قبل كده او في بدايه حياتك كنت مذيعة يمكن مرتين ما بتفكريش تكرري التجربه تاني؟ نفسي لو لقيت لي برنامج اجي معاك انا مستعده على فكره. لا نفسي جدا، انا بحب الشغلانه دي جدا جدا ومن اكتر الحاجات اللي اتمنى اشتغلها يعني. يعني انا لما افكر اسيب الفن ما اعتقدش ان انا اقدر اشتغل اي شغلانه تانية، بس المذيعه من الحاجات اللي مش بس ممكن اشتغلها بعد الفن، لا ممكن اضحي شويه بالفن عشانها، لان انا بحب الشغله دي جدا وبحس ان فيها كتير مني وان انا ممكن اديها كتير، يعني مطابقه جدا لشخصيتي. يمكن لو هقول لك اكتر من التمثيل مش هتصدقني طبعاً. يعني بس فخلاص يلا ايدي على كتفك و... طيب يعني انا هسالك سؤال اخير، بتقولي لي بتتمني ايه في 2015 وخليك انت اللي تقفلي كمان الحلقه مش انا اللي هقفل خلاص يعني أنا... انت ردي قولي لي امنيتك ايه في 2015 واقفلي انت يلا بينا. لا ده مره واحده ما ادعيش انا احضر غير لا ليه ده 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 في الحلقه بس والله خالص يعني مش موضوع 2015 امنيتي ايه؟ امنيتي الشخصيه هي ما بتتغيرش، الصحه والستر واني اشوف كل الناس اللي بحبهم وحواليا ربنا يحميهم ويخليهم لي ويحافظ لي عليهم. على مستوى العمل طبعا اتمنى اني مسلسل اوراق التوت ينجح وفيلم بني ادم ان شاء الله، ويبقى في اعمال تانية كتير ليا وللكل يعني، اتمنى للجميع ان الصناعه عموما بشكل عام تزدهر يعني. صناعه السينما طبعا الحمد لله ان الفيديو يعني مزدهر جدا الحمد لله والامور ماشيه كويس، بس اتمنى ان صناعه السينما ترجع تاني لانها صناعه مهمه جدا جدا ان شاء الله. نورتينا في عرب مود، واتمنى لك طبعا كل التوفيق والنجاح باذن الله في رمضان وفي السينما، وهسيبك تقفلي برضو ما نسيتش انا قلت انت نسيت لا انت مش قادره اقفل انا ليه تعبان فاقفلي انت بقى. طب يا ماشي شكري شكرينا قوي، شايفه الناس بتضحك قوي مبسوطه هتضحك عليا صح. مشاهدينا الاعزاء يا رب يا رب الانترفيو يكون لذيذ ودمه خفيف على قلبكم، والى ان نلتقي مره جايه ما تقلقوش انا على طول موجوده وان شاء الله اقابلكم قريب باذن الله. وبكده خلاص حلقتنا خلصت معاكم بسرعه جدا واللي شفنا فيها اهم الاخبار الفنيه. ما تنسوش تتابعونا على صفحاتنا على السوشيال ميديا انستغرام والفيسبوك وتويتر. نشوفكم بكره، باي باي. سلام.